السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه حذف جهات اتصال محدده او مجموعه جهات اتصال دفعه واحده، او كيف تحذف جهات اتصال حبه حبه، او حذف جهات اتصال كلها مره واحده. اوكي، يعني راح بشرح لك ثلاث طرق. الطريقه الاول هو حذف مجموعه جهات اتصال تحددهم وتحذفهم مره واحده. الطريقه الثانيه انك تحذف جهات اتصال حبه حبه، يعني في جهه اتصال واحد ما تريده تحذفه، راح بشرح لك. ايضا تريد تحذف جهات اتصال كامله مره واحده وراح بشرح لك. اوكي، نروح للشر. اول شيء كيف تحذف جهات اتصال محدد، انت تحدد مجموعه جهات اتصال وتحذفهم، جدا سهل. افتح تطبيق الجهات اتصال. الحين مثلا اريد احذف مجموعه جهات اتصال، عندي مثلا هذا الجهه اتصال ما اريده، راح باصبعين، بهذا الاصبعين راح اضغط عليه، بهذا الاصبعين راح احدد. شوفوا، راح احدد بهذه الطريقه. اوكي، بهذا الطريق يعني تنزل شوي لتحت. اوكي، الحين جهه اتصال مثلا هذا ما اريده، هذا الاثنين او هذا الثلاثه ما اريده، احدد بهذا الطريق اثنين ثلاثه، هذا الثلاثه ما اريده بهذا الطريق. اوكي، تنزل لتحت ايضا هذا الاثنين ما اريده بهذا الطريق، او واحد مثلا بهذا الطريق. بعد ما تحدد هذا المجموعه، شوفوا خليني حددت خمسة جهات اتصال. الحين اروح لاي جهة اتصال محددة اضغط ضغطة مطولة، راح يعطيني حذف خمسة جهات اتصال. لما اضغط عليها راح أأكد، راح اضغط على تأكيد، اضغط على الديليت تأكيد، مباشرة راح ينحذف. بهذه الطريقة راح ينحذف. اذا كان عندك اجهزه ايفونات اخرى باي كلود واحد، هذا الجهات الاتصال راح ينحذف من جميع الهواتف اللي موجود في نفس الاي كلود. وبس، هذا هو الطريقه الاول لحذف جهات اتصال محدده مجموعه بطريقه جدا سهل. اوكي، الطريقه الثانيه لحذف جهات اتصال مثلا تريد حبه حبه في جهه اتصال ما عجبك. اوكي، مثل هذا الجهات اتصال، هذا الجهات اتصال اضغط عليه ضغطه مطوله، اضغط على ديليت، لاحظوا. اوكي، مثلا هي شوفوا راح اختار واحد من هني مثلا، شوفوا لما اضغط عليها، لما اضغط هنا ضغط مطول راح يعطيني ديليت كونتاكت. في طريقه ثانيه انك تقدر تحذفه، الطريقه الثانيه لحذف جهه اتصال محدد، اضغط عليها واضغط على ايديت، انزل لتحت هنا بتحصل ديليت كونتاكت، اضغط عليها مباشره راح ينحذف الجهه اتصال. تضغط على هذا الزر، تضغط على ديليت يعني بتاكيد، مباشره راح ينحذف الجهه اتصال. اوكي، طبعا في جهات اتصال اوكي، طبعا في مرات يعني ما يكون في زر ديليت هذا الخيار، ليش؟ لان انت ضايف الجهة اتصال عن طريق فيسبوك وغيره من التطبيقات. اوكي، كيف تحذف الحين جهات اتصال كلها دفعة واحدة؟ طريقة جدا سهل، تروح للاعدادات، تروح لهذا الخيار حسابك في اي كلود، انزل اضغط على هذا الزر، اضغط على ايكلود، مباشره راح يفتح الايكلود. هني اضغط على اظهار المزيد. اوكي، هني بتحصل خيار جهات اتصال، ابحث عن خيار جهات اتصال. وين جهات اتصال؟ هذا هو. الغي تفعيل هذا الخيار. بعد ما تلغي هذا تفعيل هذا الخيار، اضغط على هذا الزر، مباشره راح ينحذف جهات اتصال كلها، ما في اي جهه اتصال. وبس، هذا هو الشرح. اذا عجبكم المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. تعرفنا كيف تحذف جهات اتصال جماعي محدده، او حذف جهات محدده حبه حبه، او جهات حذف جهات اتصال كلها دفعه واحده. وبس، هذا هو المقطع، مع السلامه.